انت رايحه فين كده؟ خارجه. يعني رايحه فين؟ رجلي نملت، قلت انزل امشيهم شويه. المنظر ده واللبس اللي عليكي ده، فين الروج الموف؟ صدقني انك ما عندكيش ده، انت مش حاسه باللي احنا فيه؟ ما ترد عليا، انا بكلمك. انت عايزه مني ايه يا عسليه؟ عايزه اعرف انت رايحه فين كده؟ راح اجيب نيله فلوس من غنوه. هي غنوه يتحط لها المكياج ده كله؟ يتحط لها المكياج. بكره معاد زياره علي، عايزه اجيب له حاجات كتير، وعايزه ادفع عرضه للمحامي. وبعدين التلاجه اللي بتلقه جوه دي فاضيه، هناكل ايه؟ هناكل انا وانتي طوب ولا هناكل بعض؟ انا من بكره هنزل الشغل، اقعدي انتي يا فتون. شغل؟ ما هو كله شغل. طب يا اختي لما تنزلي الشغل ويبقى معاكي فلوس ابقي قوليلي. سابني ومشي يا عسليه، سابني لوحدي ومشي يا عسليه. الله يرحمه يا ابو، سابنا كلنا. سابني ومشي يا عسليه. انا كنت متاكد ان انا حموت قبل منه، بس امر الله، امر الله. وسابني لوحدي، مش عاوز اكمل في الدنيا من غيره يا عسليه. هو مش في ايدينا، يا ريته كان بايدينا يابا. الحسن ده كان احلى حاجه حصلت لي في حياتي كلها. مش عايز حاجه اعملها لك يابا. كتر خيرك، هتعملي لي ايه يا بنتي؟ هو اللي كان بيعمل لي كل حاجه، ياكلني ويشربني ويلبسني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اعتبرني اتجوزته زي ما انا حاسبه نفسي، والله اللي عامل لك كل اللي انت عايزه. كتر خيرك يا بنتي. لا بالحق يا ما، مفيش حاجه عن اللي عملوا العمله السودا دي. مفيش يا بنتي، بيقولوا قتلوه علشان موبايل ب1000 جنيه منهم لله. حسبي الله ونعم الوكيل. سابني ومشي، سابني لوحدي، سابني لوحدي. الله يرحمك يا حسن. سابني ومشي، ابني حبيبي، سابني ومشي. الله يرحمك. ماسك نفسك كده يا ولد. الله يرحمك. لا وايه، وهو اسلم ما رضيش، وقال له ربنا لو جه هيموته في حته اللي هو اللي عايزه. اتفضل في باب البارع على قصر الشريعه. انا والله يا صاحبي، الحق صاحبك، شوف رقم العربة مع مين. وبعدين اللي معاه محسن ما. الله 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 الله، الواد الفرفور ده. ايه يا عم سيد؟ تخبطني ليه يا سيد؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني؟ والله عورتني. طب بس حاسب المطوه ده لما جيتش جنبك. نزل ايدك يا. طيب 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 خلاص، اهدى بس. طب اهدى بس.
ايه ده طيب ايه البنت اللي كانت جنبك دي؟ انا ما كانش جنبي بنات. اسال السؤال مره كمان، عيال الحرام من دي لو ما ردتش عليا العوره. بص بص اقول لك اقول لك اقول لك دي بنت شر جايبها من الدقه، والله العظيم هي اللي جايباني هنا، هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت رياض؟ حاضر حاضر. لو شفتك تاني بقول لا عيال الحرام ازعلها. حاضر هزعلها. حاضر حاضر حاضر. يلا سي اخلع ده فضلك طبعا من هنا يا اخلع يا اخلع ده فضلك. كويس انك جيتي عشان تاكلي معايا. انت عايزه تتمسكي اداب صح؟ عشان فضيحتنا تبقى بجلاجل. جرايه يا بنت قطع لسانك. انت نسيتي ان اختك الكبيره ولا ايه؟ انا كنت عند غنوه وسالتها في قرشين وادتني 1000 جنيه. انت اللي دايما بتظني فيا السواب. يلا يا حبيبتي قولي معايا، ده انا مش جايبه اي اكل، ده انا جايبه لحمه يا بنت. كلي ان شاء الله ما اكلتي. النبي تقول لي يا استاذ الحكايه دي هترسى على ايه؟ شاطر قوي يعني انك سبع سنين يعني. يا نهار اسود. لو شيخ المحامين ما يجيبش اقل من كده. ده اعتراف. انا باخد 6000 جنيه وعشانك علي هاخد 4 بس. ماشي ماشي. هما يومين هديك نص الفلوس بس انت امشي في شغلك زي ما انت. احنا هنتكلم في انها اول سابت مخدرات وانه اتضحك عليه. غير كده مفيش. حياك عليا يا فطور. ما ظبطتش معايا. تبقى زي الفل. ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا اخوي. ان شاء الله. انا عايز اعيش معاك. ايه عايش معاك يا بنت؟ كنت عايزك تبقي حلال. ايه؟ بس كنت علامة الرضا ولا ايه؟ هنجيب ب 8000 جنيه شبكة، هنجيب شوية أجهزة، ونظبط أوضة النوم، ونروق الشقة والدنيا تبقى تمام. راشد مين؟ أنا ونش. عايز يا ونش دواته؟ عايز. في ايه؟ مؤاخذة. ولا يهمك. مرات علي. فتون؟ اه. مالها؟ صباح الفل يا معلم راشد. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي. هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. اه. شفتها نازله على اول منطقه من عربيه فخمه. سبتها. دخلت على الواد ثبته، كان هيتصاير ميه، عيل فرفور. سالته تعرفها منين يا؟ قال ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطه يا راشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص، روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف، تشكر يا ونش. تطرمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجه يا ونش، خلاص انا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعه الشمال؟ صاحبها خضرا. عارف اسود يا فتون. انا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولساني. انت اتخبلت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب عليا النعمه من نعمه ربي.
إذا زودت كلمة كمان لبش بشبي ده انزل على دماغك وقطعك حتت. الله، قلت لك إني كنت مع فتحي ابن خالد غنوة صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش الحسن، أنا مش طايقاه. بقولك يا حلوة، عندك تبنى إلى الله يا أخوي، ربنا يدينها عليك نعمة. أنا بقيت ست متجوزة وما يصحش حد يدخل أوضتي. طب شوف يا ست المتجوزة، علي جوزك محبوس، يعني انت واختك أمانة في رقبتي، أعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا، انت جبتي فلوس المحامي منين؟ استلفته. هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده، ما كنت دفعت انت المحامي؟ انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل، وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه ملهاش تاني يا فتون، لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راجل؟ اه بهددك، شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبسوطه بيك ودي هتبقى مراتي، وده اخر الكلام. سلام. غرفه داهيه كتك القرف. مش عايزة اسمع ولا كلمة، انا مش ناقصاكي. يعني اشوفك رايحة في داهية يا فتون واسكت ما تكلمش؟ يا على ابو ده بيت. لا يا اختي اتكلمي، وماله؟ ادبيني، قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتون اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني ما بيرميش كلام في الهوا، وبعدين عنده حق، انت مرات ابن عمه. وحياة ابوكي، راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجاله دلوقتي وجاي على هواكي. الله، مش انت اللي جايبه لنا البلوه دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتونه ابوس ايدك، خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. المرة اللي اسمها فتون دي واكلة دماغي، عبل عليها. اوعى انت تعمل كده، راشد لو عارف هيزعلك. صورتها وهي بتتشقلط، بس لو هي نقلة وهي لحواسة كده، طب ما انا اولى. اولى ايه؟ وقلت لراشد كمان على كل اللي هي بتعمله. انت جننت ياض؟ بنت قطر. طب اوعى بقى تتزنق في المزلقه. صحيح راشد عايز شغل منك على الذمه، بس هو مقشفر. اه ماشي، بس بلغه ان اللي موجود الحلو. ملوش في الحلو، فهمه بس ان ده اللي موجود وزباينها عندي، ولو محتاج هيجي. انا عايزه يجي. يلا اشمعنى؟ فتون يا تفوق لنفسك يا، ما تأذيش نفسك، اتجننت. على فين يا ستات؟ رايحة اكتوبر. وانت رجعتي الشغل تاني؟ اه رجعت الشغل. رحتي لعلي طمنتي عليه؟ اسكتي يا اختي، خد 45 استمرار حبس. طب بقول لك ايه؟ انا عايز اتكلم معاك كلمتين قبل ما تروح الشغل. بعدين يا راشد لما برجع. ما تسيبها تروح شغلها وبعدين تبقى ترجع تتكلم معاك بالليل. مالكش فيه يا فتون. ونعمة عندك حق، ماليش فيه. دي بقت حاجة تقرف. شايفة عملية أختك؟ شايفة يا راشد، وقلت لها تسمع كلامك وتتلم. ربنا يكملك بعقلك يا ست الستات. طب بقول لك إيه؟ هم كلمتين. كلمتين بس، وبعد كده اعمل اللي أنت عايزاه. أنا مش شكلك يعني. هم كلمتين والله وبس. ماشي. أنا أشوف الكلمتين اللي عايز تقولهم لي دول. أنت محلقة النهاردة يعني. طب وإيه الجديد يعني؟ ما أنا عارفة من زمان إنك عايز تتجوزني. مش بقول لك قاريني غلط، تعالي بس نقعد. عايز أتجوزك تخافيش. عايز أتجوزك حاجة وبحبك، وعايز أتجوزك حاجة تانية تفرق.
بس انا دلوقتي مش فاضيه للكلام ده، انا يا دوب افوق من اللي انا فيه. يا ستي لو على المصاريف انا مستعد اصرف عليك انت واختي، وقلت لك الكلام ده قبل كده حصل؟ اه حصل، بس انا مش موافقه انك تصرف عليا. يا ستي انت غاويه مرمطه في الشغل. ما انا بصراحه يا راشد انا ما اعرفش انت بتجيب فلوسك منين، وبعدين شغل النصب والحنجله ده ما ينفعش اسند عليه، فاهمني يا راشد؟ فاهمك. طب لو قلت لك عسليه والله العظيم ثلاثه ربنا تاب عليا، خلاص اتعرفت على واحد غني جدا وهيشغلني عنده سواق، مش انت عارفه ان انا معايا رخصه؟ كنت شغال على عربيه ابو ناهد. يا عسليه يا عسليه، انت اغلى حاجه عندي في الدنيا، وانا مستني اشاره بس منك، وانت اللي سايقه. لو لقيتيني رحت كده ولا كده قولي لي مع السلامه. فكري انت بس وقلبيها في دماغك. الجو حلو صح؟ ينفع كده عني كملك؟ مفيش. ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسكره سنه. بقول لك ايه يا واد؟ الله انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ سامح الله، ده انا بقول لك بيت يعني ستره مش عربيه. عليا النعمه من نعمه ربي، اذا ما تلميت لفرج عليك بولا تمن. الله افتو، وانا غلطت ولا ايه؟ البت ده ناوله من الغريب. تصدق اه، وانت كمان اولى من الغريب تاخد الشبشب ده. اوعى الشبشب يا بت يا زباله، طلعت العربيات يا شاطر. رأيي ده انت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي ايدك يا بت. لا ما انا مش عارف اعرقل ببلاش، يا انا يا انتي والسكك تجمعنا. وحياه العصفور دول وما يكونوش على مرض. نوريك بس كده تمد ايدك على واحد ست يا وين. خش يا حاج روح بيتك. ما بصش يا دمش، خلي بالك على روحك يا ابنور، هنتقابل. الله في ايه يا يلا علي انت ماما تجيب الهنا. خش جو. ازيك يا راشد؟ عشان بحبك هعمل معاك الصح، دول بالاجل كده يبقوا 5000 جنيه. تمام. ده بقى تبيعوا تذاكر ب 8 8 ونص. ايوه يعني بيبقى عامل ازاي يعني؟ تذكره يعني نص جرام جرام الا ربع حاجه كده، تكيف اتنين. ماشي تمام. بتبقى زي كده، دي تباعها ب 120 جنيه، بالتليفون تلف وتدور ما تثبتش مطرح عشان الحلوه ريحتها بتطلع بسرعه. طب انا الواد وينش كان قال لي ان انت هتدلني على سكه زباين. اه، في بنت اسمها منه بقالها يومين موحوحه على خط، هكلمها لك تقابلها بعد ساعه زمن، ويمكن تاخد منك نص الكميه كلها. لا لو كده بقى يبقى على بركه الله. الله وده شايفه منة. ها انت تعرفي الديلر ده؟ أول مرة أتعامل معاه، بس أمان يعني أبو هناء هو اللي مديني رقم. أوكي استنى هو بيتصل. أيوة لا أنا مستنياك في نفس الحتة اللي احنا اتفقنا عليها. آه عربية باجيرو لونها سيلفر. فضي فضي يعني. فين ده؟ أنا مش شايفة. شفتك شفتك، يلا تعال. سلام. جاية أمان يا منة. فيها كريم، قلت لك كمان بقى ما تقلقش. كويس. شكله غريب قوي باي ذا واي. شكله غريب ايه؟ في ايه يا عم؟ صباحو يا راشد. اه ماشي. صباح الفل. صباح الفل. نتحرك من هنا عشان الدنيا قلق. قلق؟ كان عايز ياخدني معاه الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود. نبي يا رب. طب نعزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. اه يا فتون زي ما بقولك كده نمشي من هنا.
انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مره هيتطول تاني وتالت. انا وحيد امي نجري على حد يجيب رقبته. يا لهوي يا لهوي، اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوى اللي احنا فيها. في ايه؟ ونش لطش فطور بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. ونش مين؟ ونش بتاعنا، انت متاكده؟ اه. وكان عايز يسحبها على البيت كمان، وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغه، شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب للطاء ولطشها؟ مستحيل. اهو النعمه الشريفه ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني. عيني عليا. ما انا جوزي في السجن، ما عنديش راجل. ما الواد مسورك وانت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه، ما قلت لك ابن خالي غنوه صاحبتي. الله، انت عايز مني ايه يا راشد؟ نتفق على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني هقولي لي بأمارتي ايه؟ بأمارتي يعني ايه؟ بأمارتي انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في امر اكتر من كده؟ ما هو راشد برضه عنده حق يا فتون، انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله، ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو، بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسليه من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده نبقى نتفق على الجواز. ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك، انت جاي تصطاد في الميه العكره؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي، هو في وقت احسن من كده؟ انا موافق، بس بشرط. شروطي؟ تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتدبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان محدش من الناس ياكل وشنا، وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها؟ وانتوا خلاص شبكتوني وجوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكم؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد. يعني يموت الواد؟ تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيرك المكنه شرطه؟ تنطط على حريم علي رؤيا يا ابن الكازمه؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياه راشد، لو جبت سيره اهل بيت علي تاني اللي هم اهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. انت فاكرني بهدتك يا؟ انت عارف انا ما قطعتش لسانك ليه؟ عشان العش والملح، وعشان انت كنت مبرشم ساعتها. كفايه عليك كده، اللي جاية مش هتبقى في وشك. سامعين؟ كابوس تاني يا عسلية. طب خدي يا اختي، خدي يا حبيبتي شوية المية دول. طب بقول لك ايه، ما تقومي تلبسي عشان نلحق الموسكي بالليل. نبقى ننزل بالليل؟ ما ينفعش، احنا لازم نروح ونرجع قبل ما راشد يجيب الصنايعيه. عندي مشوار مهم لازم اعمله الاول. وايه بقى ده المشوار المهم اللي اهم من انك تجيبي حاجتك؟
يا بنت ردي علي. هما ساعتين ساعتين هروحهم بعدين خديني مطرح ما انت عايزه. ماله يا اختي لو مشوار مهم اجي معاكي. يا بنت ردي علي عبرين. روحي مطرح ما انت عايزه يا ربي. اتفضل يا باشا. هنا اتفضل يا ست هانم. ايوه يا راشد يا مظبطنا. واو اه بقول لكم ايه انا قدم لي بتاع 10 15 يوم كده فلو عايزين حاجه انا بعمل نفسي بزياده. ايه ده انت مسافر ولا ايه؟ لا عبال عندك هتجوز. اوه مبروك يا راشد. الله يبارك فيك يا باشا. خد بقى يا راشد فلوسك اهي. تمام. مش هتعزمنا بقى على الفرح ولا ايه؟ يا سلام ده انتوا تنوروا بورقه كلها. اي نعم احنا على قد حالنا بس والله لو جيت اتشرف بيكم. قلت يا كريم باشا. اوكي هنيجي بس امتى؟ ايوه كده ايوه كده والله عايش كل ليله ورا في السيما. لا ما انا متاكده. تعالى يا عم جميل عامله لك شويه ليمون ساقعين هيعجبوك. تسلم ايديك يا عسليه. تصدقي انا من زمان ما شربتش ليمون. بقول لك ايه هو ايه يا بنتي ما حدش بيموت ورا حد. عاوزك تتجوزي وتفرحي. ها مش انت برضو اللي هتتجوزيه ده يبقى قريبك جارك يعني؟ لا هو قريب علي جوز اختي اللي اتسجن. ما هي صوابعك مش زي بعضيها يمكن يطلع احسن منه. ادعي لي يابا انا خايفه. خايفه من ايه بس؟ مش عارفه. انا ساعه ما الحسن كان عايز يتجوزني كانت الفرحه مش سايعاني وكنت عايزه اعرف الخلق كلهم اني فرحانه. خلاص بقى الله يرحمه. والنبي تدعي لي يابا. ادعي لك من قلبي يا بنتي يبعد عنك كل شر ويهديكي للطيب. اتكلي على الله ربنا معاكي. كتر خيرك يا بنتي ربنا معاكي. وش على حاجه عملتها وانا رافع شريط يعني حق ربنا المفروض ما اتحاسبش. ده عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. الله الراجل يتحاسب على اي حاجه يعملها حتى لو رافع السمه هاني. وانا من جهتي مفيش حاجه في نفسي منك يا ونش. ده من جهتك انت. خلاص بقى يا الله راشد عمنا بوس راسك. الله نخش غايه بس ما كانش ينفع يعني اللي عمله مع اخت المدام يعد كده. ايه الاخبار الحلوه دي؟ من هتجوز عسليه كمان 10 ايام. انتوا معزومين طبعا. طبعا ألف بارك. الله يبارك فيك يا عمنا. مش مبروك. مبروك يا راشد. طيب أنا أروح بقى عندي كذا مشوار كده وأبعد عليك عشان نظبط أمورنا. وأنا مستنيك. سلام يا عمنا. سلام. سلام. وربنا ما هسيبه غير لما أغوزه. اتك على الصبر. ده محتاج يتزق زقة يروح يونس ابن عمه. بس لما يسدد الحساب اللي عليه الاول. هنمشي منك يا معلم. ها
حكمت المحكمة حضورياً على المتهم علي إسماعيل شلبي وشهرته علي روي بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. كنا عارفين يا فتون 7 سنين هيقعدوا هوا. خلي بالك منهم يا راشد. مش كنت انت اللي تخلي بالك منهم؟ ما تقلقش انا خلاص هبقى قاعد معاهم. ازاي هتبقى قاعد معاهم؟ هتجوز عسليه. مبروك يا عسليه يا فتون. فتون خلي بالك من نفسك. علي خد بالك. ما تقطعوش الزياره. راشد عيب عليك. ما تقطعنيش. علي ما تقلقش ما تقلقش. هيقعدوا هوا ان شاء الله. تعالى thank you.